والله كويس شارع الجامعة يعني، ومنظر كويس يعني، يعني العالم كلها بتحب شارع الجامعة لأنه محلات كثير ودنيا وعالم بيجوا على شارع الجامعة. هو فتح انترنت واحد بالبداية، بعدين فتحوا محلات انترنت لأنه شافوا إنه في إقبال كثير على الموضوع هذا. وجود المقاهي بيزيد الحركة، أول شيء الحركة الاقتصادية، حركة الشباب على المتاجر اللي حول المقاهي. اكيد اكيد يعني انه ساهمت هاي كثير، يعني حتى سمعت يعني انه اذا بتعرف انه هسه صارت شارع الجامعه انه بكتاب جينيس انه اكثر محلات، اكثر شارع فيه محلات انترنت. طبعا هاي شغله نهضه معلوماتيه كثير مهمه يعني، خاصه لاربد. يعني دخل كتاب جينيس كأكثر شارع بالعالم إنه بمقاهي الإنترنت، إنه كم مقهى إنترنت فيه؟ يعني تعدى تقريبا 150 مقهى إنترنت حاليا. يعني أتليست 100 محل فيه بالشارع. هو أكثر شيء هون فتحوا بشارع الجامعة مشان الجامعة في اليرموك، فالطلاب دائما بدهم يجوا على النت، فلازم يكون عددهم شوي كثير منيح مشان يعني يوفر للطلاب اللي موجودين في اليرموك. النت يعني ماخذ جزء كبير، مع إنه الناس عندها نت بالبيت والنت صار ينتشر بالبيوت يعني، بس ما بعرف هيك المقهى له طعم ثاني من ناحيه، مثلا من ناحيه فلوس. حتى انا في البيت لما اجي مثلا اسلك انترنت عندي في البيت بكلفني اكثر ما اجي اقعد هون، يعني في النت مثلا باخذ الساعه ب 40 قرش ماشي، يعني مش اشي. بينما تيجي تقيسها بالبيت اقل شيء بدك 30 35 دينار اللي تدفع شهري عشان. كم ساعه باليوم يعني تقريبا النت ماخذ كل شيء من حياتي، يعني ماخذ وقت كبير. بالاسبوع يعني تقريبا كل يوم بستخدمه، يعني من حد 4 لـ 5 6 ساعات زي هيك. يوميا تقريبا ما بين 3 و4 ساعات، يعني تقريبا بقي 3 4 ساعات، يعني بستعمله كل يوم تقريبا 3 ساعات كده. كل اسبوع مرتين او ثلاث. معروف اقل من 18 يعني ممنوع قانونيا. بشوف انه الاخبار الجديده، بفتح ايميلاتي بشوف ايش واصل، مثلا اذا في ناس انه مراسلات وشغلات مثل هيك برضه بنراسل فيهم، وشغلات انه بعمل عليها سيرش بالفرنسي وبالالماني كدراستي يعني. يعني شغلات زي هيك تشات تراسل انا واصحابي، مواقع تعليم كمان اكثر، وتشات والعاب. اغلب الاحيان قراءه الصحف على الفيسبوك اكثر شيء، وعلى التجد على مواقع التعارف بس. يعني تعلم شغلات حلوه بالحياه، يعني تشاتنج تعارف، او انه بتدور على شغل زي هيك بتعرف شغلات جديده. يعني اكثر شيء بستخدمه للتشات، في كمان بستخدمه بما اني بدرس في الجامعه فبستخدمه للابحاث كمان. يعني في منهم ابحاث، في منهم بيجوا للتشات، في منهم بيجوا للايميلز. والله في ناس تفتح جديد، في ناس سكرات. لا هسه قلت يعني شوي. لا بزيد. اكيد بزيد. بقل عدد الانترنت هسه. لا بتزيد. لا والله انا شايف انها عم بتزيد. بقل الاعداد عشان الانترنت بوفر بالدور بشكل كبير. صار الاشتراكات قليلة، اسعار قليلة كثير، مش مثل اسعار زمان الاشتراكات. في ناس انه سكر، صار في مشكله مثلا بالخطوط، كانت في قنوات اتصال عالميه انه تطورت، في ناس صار يحصل على خطوط دايركت، يعني في ناس بتستخدم الخطوط عن طريق البطاقات، لانه الطلب على النت كل ما بيزايد. يعني الشباب بحاجه دائما للانترنت، فبتلاقي انه دائما في ضغط على الانترنت، فبتلاقي في ناس كثير قاعد تفتح مقهى انترنت عشان الشباب كلها. محلات النت يعني محلات مربحه 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 كثير يعني، وكونه كمان الجامعة لما تداوم يعني كل الجامعة بتلاقيها برا قاعدة بالنت أو بالكافيهات العادية أو بالنت عادي. يعني محلات الإنترنت بصراحة هلا ثابتة، يعني لا بتزيد ولا بتقل، لأنه أصلاً إذا بدها تزيد ما فيش مكان يفتحوا فيه، وإذا بدها تقل يعني ما فيش مصدر رزق ثاني للي بده يسكر المحل.